بالنسبة للمنافسة اليوم الثالث بتاع السلام، هي منافسة قوية وهناك سراب في مستوى ومازال التنقيط والترتيب غادي مزيان إن شاء الله. ونتمنى الله الخير وتوفيق للسراب كاملين غدا الخميس إن شاء الله، كتقصى 10 السراب، ونتمنى ربي يسهل علينا ونكونوا من هذوك العشرة اللي غيتأهلوا إن شاء الله. وفي سن في الشبان يواصل أنس فريد تصدره للترتيب العام، يليه أمين والشواطي عن نفس الجهة، أي مراكش آسفي في المركز الثاني، وخير الدين شقرون عن جهة فاس مكناس في المركز الثالث.